اخوان غادي ندخلو نشوفو في السدة، هو نشوفو واش كاين شي كربا، كاين شي حوت. كيكون الحوت هنا خارج كيولد، كاين هو هارب، هو هارب. هي هو الحوت كي كيهربش، إلا كاين بالله. كيخرج عند الربيع هنايا، نزيد نشوفو هنا على برا. كاين شي دراري كيصيدو هنا فينا، حوت كيخرج كيراه هنا. نمشي بشوية هنا، كما كتشوفوا هذا الفيديو الاخوان، هذا كنبغيش ندوي بالجهد باش ما يهربوش هاد الحوت. زعما نقرب شي وحده نلقاها كبيره هنايا مع هذا الربيع، حيت كيخرج دابا الحوت كيولاد وكيرعى الربيع. عجبو هاد الجو هاد الماء بحال ما هكا. زعما نلقى شي وحده كبيرة هنا، كاين داك الصغير موجود، داك كيصيدو عليه بالطراح ولا كي، والحمد لله بعدا، يعني بعد التساقطات المطرية الأخيرة اللي عرفتها البلاد، السد زاد طلع على الربيع بحال دابا شتي كنسد ليه، ويوم اللي طلع غطاه، شوف دابا هو كيحس بيا كيسمعني. يسمع الهضره وكيبقى يهرب رالي. دابا قبل ما نوصل انا ليه كيبان ليا كيهرب هنايا، هو كيتحرك، هو كيتحرك، راه غادا، هو هو غادي، هو هو غادي، هو غادي، هو كيهرب، هو كيهرب، هو كيهرب هنا. هو كيهرب، هادي هي حدا كبيرة هنايا، تبارك الله ما شاء الله.
لا حسب دابا البلاصه هذه ما غريقاش، كيخرج الحوت الصغيور شويه، الا كانت شي بلاصه فيها شي ميترو ولا بحال هكا فيها الربيع كيخرج الى ديك ديال 10 15 حتى 5 6. الكربه معروفه هنا كتخرج هذا الربيع هذا، وما وهذه دابا الوقيته دابا الشرقي، وكاين هذا وكاين النهار، يعني غالبا بالنهار ما كيبغيش يخرج، يخرج هو في الصباح يعني مع الفجر. نلقى هنا كبيرة ديال 10 كيلو كتلعب مع هاد الربيع هاد. وسبحان الله العظيم هاد الحوت ما كيهربش من الطير، كيعرف حدا بعد مثلا هذاك الطير راه ما كيهربش منه، كيهرب يعني كيعقبش الحركة اللي كتكون غريبة عليه بحال بنادم شي حاجة تلاحت في الماء هي اللي كتحركو. أما الطير كتلقاه مولف كيخرج، مع دابا كيخرج راه والتحية ليكم. هذا كان واحد الجولة هنايا في واحد المنطقة من منطقة سد الوحدة، البلاصه كيقولوا لها الدريديره. بالنسبه للمنطقه اقرب منطقه بقى هنايا ورزاق لهاد الجه مور هاد الجبل هذا، هنا كاين ولاد حمود الدكاره، كاين ترسالت، كاين دوار ديال الدهر لهاد الجهه هذا الدهر. البلاصه هادي كاين ديك البلاصه جماعه كيسان راه اللي كتبان ليه من السد، بالنسبه للي ما كيعرفش البلايص واللي كيعرف المنطقه ديال واد الخرشيف ترسالت ازور الدار هذه قريبه لينا حنا هنايا. والسلام عليكم ورحمه الله.